بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، وحشتوني جدا جدا كل متابعي وعشاق ومحب تعلم اللغة الإنجليزية على قناتكم، قناة مستر وائل ربيع البدري على اليوتيوب وعلى التيك توك وصفحتنا على الفيسبوك برضه. إن شاء الله معنا فيديو مهم جدا كل الناس تستفاد منه، وخصوصا طلاب الشهادة الإعدادية الترم الأول 2022. معانا امتحان محافظة كفر الشيخ من الامتحانات القوية جدا بصراحة واللذيذة، وامتحان عبقري بصراحة. طيب نبدأ مع بعض بسؤال الدايلوج الجميل المحادثة، بيقول لي A tourist asks the way to the pyramids. فالتورست بيسأل Excuse me sir, would you kindly tell me the way to the pyramids؟ من فضلك يا سيدي هل تخبرني بلطف الطريق الى الاهرامات؟ فسامي هيرد عليه يقول له اوكي او رايت وذ بليجر شور، الكلام ده كله موافقه جميله، وهيقول له جو ستريت اون ذن تيرن رايت، مثلا امشي باستقامه ومن ثم اتجه يمينا، ممكن يقول اتس اون يور رايت اتس اون يور ليفت اتس بيهايند، اي اساليب من اساليب الاتجاهات. فالسائح بيقول له سؤال، فقال له about half an hour، حوالي نص ساعه. فهيقول له how long does it take to go there؟ فقال له سامي haven't you been to the pyramids before؟ سؤال منفي هنا. طيب هيجاوب عليه يقول له no I haven't been there، لان طبعا بيقول له this is my first time or first visit. I hope you will like them they are great. اوكي، وسأل السؤال قال له at the Sheraton، ده اسم فندق طبعا مكان، فممكن يقول له where are you staying أو which hotel are you staying at، كلام جميل جدا، أو what is the name of the hotel are you staying at، كلام جميل. How do you like my country، انت بتحب مصر الدنيا؟ فقال له I like it very much because it's fantastic، مثلا اللي كتب amazing كتب interesting، ده كله كلام جميل، فقال له نايس ستيج. السؤال الثاني معانا اللي هو سؤال read and complete the text with words from the following list. زي ما قلنا لازم نقرا الليسته كويس الكلمات اللي فيها، وبعدين نترجمها ونقرا القطعه ونترجمها، فهنحل بكل مزاج. اوكي، عندي كلمه so feelings و develop و because و blood و achieve، كلها كلمات خدناها. بيقول لي في الباسج Egypt is our beloved country it is very important for us space it is our real home، طبعا هتبقى because its love runs in our space، هتبقى blood طبعا. We have to work hard to express and show our true space towards Egypt، هتبقى feelings. In addition everyone must do their best to space our country and make it a great one، هتبقى طبعا develop حسب المعنى وزي ما انتم شايفين. القطعة الجميلة معانا طبعا بنقرأ الأسئلة كويس جدا ونترجمها كده ونشوف الكلمات المفتاحية وندور بقى على الإجابة بتركيز ودقة من الايه من القطعة. طيب الأولى the passage is mainly about، هتبقى طبعا traveling زي ما هي باينة منين من القطعة. Traveling can bring people together through تبقى be and see their communication and understanding. Number three, how can traveling be great for mental health؟ هتبقى طبعا it helps people to get a greater understanding of themselves. طيب بالنسبة للسؤال الرابع infer from the text what is necessary for people to learn when they travel، هنجيب بقى نستنتج المعلومة ديت من القطعة ايه الضروري للناس يتعلموه. طبعا الإجابة موجودة عندنا هنا بالنص في متعلم عليها هنا من اول it is important to learn some necessary words لحد كلمة bathroom. طيب بالنسبة للسؤال الخامس summarize the importance of traveling in three sentences، لخص اهمية السفر او الانتقال او الارتحال في ثلاث جمل موجودين بالنص برضو عندنا هنا في الجملة بداية من الجملة الثانية متأول من اول it enables you to do things different from your daily routine لحد كلمة with different persons، ثلاث جمل جمال جدا وبيشتملوا على أهمية السفر
عندي would you prefer to travel online or out of the country in the future؟ طبعا هرد عليه اقول له I would prefer to travel out of the country. ده سؤال تفكير نقدي زي ما حضراتكم عارفين. اجابته بتبقى من خارج الايه القطعه حسب رايك. فهو بيقول لي why، هقول له طبعا because I want to change my daily routine. هرتكز برضو على قطعة في إجابتي. I want to learn and grow with other people. And I want to learn something new. Also I want to communicate with different people. عايز أغير الجو يعني، أتحرك من البيت، إنما أونلاين ما أنا قاعد في البيت، يبقى أونلاين مش منطقية. طيب هنيجي بعد كده على سؤال المالتيبل تشويس، نقرأ طبعا الجمل كويس للآخر ونشوف الاختيارات كده ونحل براحتنا. You can see beautiful fish in the، طبعا هتبقى aquarium. Number two we use the prefix this to give the or the space of the adjective abled، هتبقى antonym طبعا. The word space has the same meaning as the word competition، هتبقى طبعا contest طبعا سهلة جدا. The suffix space changes the adjectives careful into an adverb، طبعا ال واي سهلة جدا، ظرف الطريقة. عندي Miss Dina teaches us English this year، the antonym of teaches is، هتبقى طبعا learn العكس بتاعها. عندي مستر الأخيرة There are many young people in our space so I have lots of friends who live near me. ركزوا معايا يا جماعة. There are many young people in our space so I have lots of friends who live near me، هتبقى طبعا neighborhood. طيب هنيجي بعد كده على السؤال الجميل بتاع complete the sentences with the correct form of the words. نركز جامد، بيهتم بالقواعد. بيقول لي I has to tell my parents about the problem that I faced. طبعا جملة جميلة جدا. الحل ايه؟ have to حل نموذجي، وممكن استخدم had to بناء على قاعدة تتابع الأزمنة، بس طبعا وجود ضمير الوصل هنا هيخلي قاعدة تتابع الأزمنة مش منطقية، ف have to هي الإجابة الصحيحة. Different families have lived in our house، طبعا بيقول لي since over 200 years، غلط طبعا، هتبقى 4 لأن دي مدة زمنية محسوبة وكاملة. 5 million new jobs is an amazing achievement، طبعا هتبقى amazing لان هنا بصف اسم غير عاقل وهو المسبب للصفر. The first metro train leaving at 8:20، هتبقى طبعا leaves لان طبعا القطار مفرد وفي نفس الوقت ده معاد رسمي وجدول مواعيد عام، فيبقى طبعا مضارع بسيط يعبر عن المستقبل. Adil has passed his driving test، he did really good، طبعا مشكلة كبيرة جدا، جود صفة، احنا عايزين هنا نصف الفعل، يبقى استخدم ظرف طريقة، برافو عليكم، اللي هو الحال، استخدم كلمة will طبعا شاذة. الرايتنج الجميل الباراجراف واخدينه بالنص في المراجعة النهائية الحمد لله. بيقول لي اكتب 110 كلمة عن a review of the best and worst items of technology in your house، اكتب لنا كده مراجعة نقدية او مقال نقدي عن أفضل وأسوأ الأدوات أو الأصناف التكنولوجية أو التقنية في منزلك. طبعا زي ما أنتم شايفين احنا خدنا طريقة نكتب ازاي المقال النقدي ونتكلم ازاي عن الموضوع ده بالنص وبالخطوات، وخدنا أمثلة كتيرة تحضير وترجمة وحلناها مع بعض وقرأناها، وده موجود بالنص قدامكم اهوت. أرجو ان احنا نكون عملنا زيه الحمد لله، وكتبنا جمل بسيطة وسهلة كده، والتزمنا بقواعد الترقيم وقواعد التنظيم والترابط والوحدة والمقدمة والخاتمة. وأتمنى يكون الفيديو أفادكم، وأتمنى أن ربنا يكرمكم بأعلى الدرجات دايما، وربنا ما يضيعش تعب أي إنسان مجتهد يا رب. وأتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش بقى اللايك الجميل وسبسكرايب الاشتراك، نفعل كده الجرس ونشير لزمايلنا، ونكتب كومنت جميل كده. وكان معكم أخوكم مستر وائل ربيع البدري، مدرس اللغة الإنجليزية من عام 2001، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.